بدور على مضادات حيويه، عندي انفكشن، عندي عدوى، عندي كذا. في المضادات الحيويه المعقوله سعرها عالي جدا. طب انا عندي ناتشورال انتي بايوتيك او عندي مضادات حيويه بديله، ها عندي مثلا القرنفل. فاكرين لو واحد عنده سنان وفيها خراريج او الم بيحط الفص قرنفل على مكان الالم، يقتل الميكروبات، يقتل السوس، يسكن الالم. مش عايز اقول لك من اقوى المضادات الحيويه. في مضادات حيويه تانية قويه طبعا. عندنا المر. المر ده حدوته، بيسموه مر بطارخ او ساعات بيسموه صبر. المر ده زمان كانوا بيجيبوا منه معلقه صغيره ويدوبوها في كوبايه ميه. المعلقه الصغيره ويدوبوها في كوبايه ميه دي بياخدوا منها حته على صباعهم كده، يحطوها على مناخير الطفل او مناخير البط او الفراخ وعلى الخروج. فطبعا المسحه دي كانت بتعمل مناعه فظيعه جدا، وانتي بايوتيك ملوش حل. ده المر. في اقوى، في حاجه اسمها البروبليس. البروبليس ده كانت بتستعمله النحله في سد الشقوق. لا مش سد شقوق الخلايا وبس، لا، النحله كانت بتاخد البروبليس ده عشان لو دخل صرصار او فار الخليه تحط عليه طبقه من البروبليس فيتحنط وما يتحللش، ما يتحللش. ويمكن دي الماده اللي خدوها قدماء المصريين وكانوا بيحطوها تحت جلد الجثث عشان ما تتحللش وتعيش الاف السنين. البروبليس ده موجود، وموجود في الصيدليه بايو بروبليس، بتاخد منه حبايه نص جرام الصبح ظهر بالليل. مش عايز اقول لك اقوى مضاد حيوي، اقوى مضاد بكتيري، اقوى مضاد فيروسي، حاجه سبحان الله العظيم.